آخر احنا دايما عندنا في النادي الاهلي الحقيقة نماذج محترمة جدا وناس اصحاب مهارات بتدفع العالم كله للاشادة بيها. الخبر اللي معانا عن الاتحاد الدولي للكرة الطايرة اللي سلط الضوء على مسيرة احمد صلاح لاعب الفريق الاول للكرة الطايرة بالنادي الاهلي على ضوء اختياره ضمن قائمة ضمت افضل 100 لاعب في العقد الاخير. دول اللعيبة اللي نجحوا في ابهار الجميع بمستوياتهم الرائعة واللي لم يفوزوا فقط بالبطولات والالقاب الفردية ولكن كمان نجحوا في ان هم يبقوا ملهمين لجيل كامل من اللاعبين الصاعدين في اللعبة وكمان للمشجعين من خلال مهاراتهم اللي نالت اعجاب الملايين في كل مكان. فطبعا تحية كبيرة جدا واشادة وتقدير. هو كلام جميل جدا لما نتكلم ونقول ان التقرير اللي نشره كمان موقع الاتحاد الدولي للعبة هو وصف ايضا احمد صلاح بانه الابن الافضل للكرة الطائرة المصرية. وكمان استعرض التقرير خليني اقول لحضراتكم سيرة اللاعب وقالوا عنه كلام بجد كان كلام محترم جدا وهايل. خليني مثلا أدي مثال. قال إن أحمد صلاح المعروف باسم صلاح هو قضى 10 سنوات في رفع توقعات الكرة الطائرة المصرية وقد نجح في ذلك وأنه استفاد من قيمته كأفضل لاعبي مصر وكابتن المنتخب بقيادة المنتخب نحو مزيد من النجاحات. فكل ده أعتقد كمان في الفترة الأخيرة قاد أحمد صلاح أنه هو يعني لكاس العالم نقول هنا بقى عام كان 2019 في اليابان و يعني حاجة بجد تشرف انت لما تتكلم في حاجة زي كده حاجة جميلة. ولو خدت بالك برضو يا كريم احنا بنتكلم ان مؤخرا كان في اهتمام كبير جدا في مصر بالرياضة على عكس زمان ما كانتش الثقافة دي موجودة عندنا. بس من ساعة لما بنتكلم عن الاهتمام كمان من القيادة السياسية وفكرة هنا الثقافة المتغيرة وحرص الاهالي ان هم يمرنوا اولادهم وعلى ان هم يمارسوا رياضة اصبح عندك هنا كمان حصول على بطولات سواء في الالعاب الفردية او حتى في الالعاب الجماعية. ان انت بتتكلم لما بتلعب على المستوى الدولي انت بتحصل على ميداليات ومراكز اولى. حاجة أعتقد يعني إن دلت على شيء فتدل على تغيير نحو الأفضل كمان في هذا الملف اللي هي الرياضة المصرية. فيعني كل التوفيق لأبطالنا هي حاجة أكيد تشرف كمصريين. بقى عندك أيقونات مختلفة في رياضات مختلفة هو ده. وعندك ناس ناجحين لدرجة إن هم بيبهروا العالم كله بيخلوا الصحفيين الرياضيين اللي من دول تانية يتوقفوا عندهم ويدرسوهم كحالات مش متكررة كتير. فطبعا طبعا حاجة جميلة جدا وربنا يزيد ويبارك. أيوة. كمان الفترة اللي جاية إن شاء الله.